مشاهدينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. مصطفى منزار مرة أخيرة من جديد. شكرا محمد وشكرا فاطمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا وجولتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والجو في القاهرة يكون حار. في الإسكندرية 23 الجو أيضا حار، في مطروح 31 22 الجو أيضا حار، في بورسعيد 23 الجو حار، في الإسماعيلية 37 25 الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة مئوية والجو فيها حار. في العريش 32 24 الجو فيها حار، في طابة 36 25 الجو فيها حار. أما في شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى هناك 39 درجة والصغرى 29 والجو هناك شديد الحرارة، وفي الغردقة 38 29 الجو فيها أيضا حار. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 27 الجو هناك شديد الحرارة، في أسوان 42 28 أيضا الجو هناك شديد الحرارة، وفي الوادي الجديد 42 درجة مئوية والصغرى 25 الجو هناك أيضا شديد الحرارة، في شلاتين كذلك الجو شديد الحرارة ودرجة الحرارة هناك 39 درجة والصغرى 29، وأخيرا في حلايب 36 درجة 30 الجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.